ثلاثة. أو ويلي هذه تراكسيون خمسة أفائز دايرة كرشك. لا لا ما دايزاش. فايزة مالكي سخفتي؟ الله ياخذ الحق. السلام عليكم لا فامي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ مرحبا بكم في فيديو جديد. السلام عليكم الحباب، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ اش اخباركم؟ الصحه ديالكم مزيان؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بك فائزه. الله يبارك فيك. كيف ما كتشوفوا بدينا لكم فيديو حنايا على برا حيت كنصور لكم فلوج. كيف ما شفتوا في القناه ديال فائزه وسفيان كنا وصلنا اليوم لمراكش، قيلنا معاهم ومن بعد جينا عند خالتي القلعه ديال الصراغله. فكرت انني نصور لكم هنايا، جينا لواحد الكومبلكس وبغينا نشاركوا معكم الاجواء كيفاش دايره. والطبع معروف على قلعه الصراغله بالزيت العود والزيتون. ضروري غادي نشاركوا معكم هذه الاجواء كامله. من اول حاجه جينا هنايا الكومبلكس غادي نوريكم بزاف بزاف الانشطه كيكونوا هنايا. وطبعا قبل ما غادي نوريكم ولا نقول لكم اي حاجه، ضروري كنبغيو نوضحوا على الفيديو اللي قبل على واحد المساله اللي هي قلتوها لسكينه هي لا توضحها لكم. يلا ادرلي. قلتوا لي علاش عائلتك ما كانتش معك فاش عرضت على عائله الطاهري؟ اول حاجه عائلتي كانوا مسافرين، كانوا مشاو عند خالتي، يعني حتى جات تسافر على غفله مشاو عندها وبقيت انا في الدار. وفي نفس الوقت كنت دايره زعما غادي نشري التليفون وداك الشيء وما عندي كيفاش ندير، وجات المناسبة أنني عرضت حتى على عائلة الطاهري ويعني ما كانوش دارنا. أنا الغد مشيت وصلت عليهم. هادشي اللي كاين. إيوا هذا مكان اليوم. وثاني حاجة سمحي يا فائزة، ثاني حاجة عائلتي ما كيبغوش يبانوا في يوتيوب، يقدروا من هنا القدام تبدا تبان معايا ماما مرة مرة، خواتاتي مرة مرة، مي حاليا ما كيبغوش يبانوا. وداك الشيء علاش قلت زعما هما ما كاينينش نيت مسافرين وداك الشيء. خوت عمركم تحكموا على شي حاجه نتوما ما عارفينهاش، عمركم ادر لي مالكم ادر لي. خوتي اليوم فلوغ ديال سكينه غادي يكون في القلعه ديال الصراغله، فيها مناظر زوينه ماشي ما فيهاش اي مدينه خاصكم تمشيو ولا تكتشفوا شنو فيها، ماشي تمشيو غير في الشارع ولا في شي بلاصه تقولوا فوالا ما في هذه المدينه والو، لا سيروا اكتشفوا سيروا شوفوا. وغادي نوريكم في هذا الفلوغ بزاف د الحوايج على القلعه ديال الصراغله. يلا هو معنا لهذا الشيء يقولوا له هنايا هذا كومبلكس فيه بزاف اللعيبات باقي حنا ما شفناش، يلا غادي ندورو نكتشفوا معكم. وثاني حاجه فين غنمشيو؟ المهم جينا الكونفليكس. كونفليكس على شكل كونفليكس، خليكم معنا تمشيو تشوفوا الكونفليكس. مضروبه على كرشه اي حاجه كتخرجها في الماكله. يلا خوتي خليكم معنا ليتس جو. هنايا في هذا الكومبلكس كاينه واحد البحيره زوينه، كيجيو هنايا المهم الناس عندهم متنفس هنايا، كيجيو كيفرشوا كيديروا بيكنيك وداك الشيء اونفاس مع هذا المنظر. يعني في هذا الفيديو حاولت انني نصور لكم هذه المدينه، يعني الناس بزاف كيصوروا غير المدن الكبار اللي معروفين في المغرب بحال مراكش طنجه، يعني هادشي اللي معروف. اما المدن الصغار ماشي كلشي كيهضر عليهم هكايا. مدينه قلعه الصراغله زوينه فيها شي حوايج زوينين وداك الشيء، والاهم من هادشي كامل كاينين الناس هنايا لقيناهم كيبغيونا وجاو كيتصوروا معنا هكايا، كنوجه لهم فيديو كبيره. و يعني حاولت انني ندير لكم فلوق تعرفوا على هذه المدينه، راه زوينه وفيها بزاف الحوايج، الجو ديالها زوين بزاف، كتحس براسك كتستنشق هواء نقي، عاوتاني هذا الفضاء اللي هنايا زوين. ومازال غادي
نشارك معاكم بزاف الحوايج بزاف الحوايج منهم بحال غادي نمشيو دابا للمعصره معصره كايبيع اييه فين كيعصروا زيت العود داكشي بيو داكشي مزيان خليكم معايا بالحق قبل ما غادي نمشيو غادي نوريوهم هنايا الاجواء وداكشي ومن بعد نمشيو يلاه بغينا نديرو تحدي شكون اللي غادا تلعب الكولبا دايره شكون غادا تلعب حسن من الاخر انا بعدا ما كنعرفش ليه ما كنعرفش منين جي ليه منين شفت مازال فايبه شويه كتعلم مع سفيان انا والو باقا غادي نشوفو زعما شكون غادا تربح واخا عارفه راسي المهم طفراش المهم اللي ربح فينا غيدير حكمه خطيره ما نقولوهاش دابا خطيره ديال بصح غنلعبو انا وياه ونشوفو شكون اللي غادي يربح غادي يحكم على الاخر يلا خليكم معنا وشوفوا ما تضحكوش علينا بعدا انا ربحت فائزه واخا ما كنعرفش نلعب الحمد لله دابا غادي ندوز وغادي تشوفوا معنا الحكمه اللي غادي ندير لها ماشي مشكل هذه قالت لك ما نعرفش شي كاع هذاك اللي كيقول ما كنعرفش هو اللي كيربح فائزه انا عرفتي الحكمه اللي وجدت لك باقا ما فراساش شنو هي الحكمه نتوما عارفين فائزه ما عندهاش مع شي حاجه سميتها الرياضه ولا شي المهم بحال هكا هي غادا دير تراكسيون 10 مرات قدام الناس اللي كاينين هنايا يلا فائزه الكاميرا يلا فائزه التحدي ديالك هو تراكسيون 10 المرات واخا لالا واحد جوج ثلاثة اويلي هذه تراكسيون خمسة افائزه دايره كرشك لا لا ما دايزاش لا والله تعيت بالله غتخلصي عليا ماكدو يلا سبعة تقع الله مطر يا فائزة فائزة عيت عيت والله عشرة اويلي ما دارت والو قالت لك عيات فائزة ديريها والله تدرتها لا ديري خمسة عاديين ديري خمسة عاديين يلا هيا صبعتني واحد جوج ثلاثة أربعة خمسة اويلي هادي تخاكسيون صافي ما ربحتيش والله كنت سالك ماك دو دابا يلا فايزه ماشي سخفتي الله ياخذ الحق واش انت اللي قلتي لنا نلعبوا واللي خسر غادي يتقبل الحكمه ديال الله ما كنعرفش ما كنعرفش عطيتك واحد اللعبه اللي ما تعرفيش لا شوفي فايزه والله عمرني زعما لعبت كيقولوا لي لعب ما كنعرفش شوف اللعب اللي لعبنا راه ماشي بروفيسيونيل المهم واش ما رضيتيش ايوا دابا تقبلتي الهزيمه بصحتك برافو سكينة انا ممكن باش نلعب معاك نشربوا واحد الكافي انا جبت لك كافي كافي خام وابخي غادي نمشيو نشوفوا المعصرات ونركبوا في واحد الحاجه اللي غادي تموت وهي كتقول لكم والو علاش كتبقاي تحرقي المراحل ودابا اللي خرجنا ما لقيناش هذا الشيء لا كاين ان شاء الله خليكم معنا
ودابا دخلت المعصره غادي يشرح لينا السيد اللي مكلف بهنايا غادي يشرح لنا المراحل كيفاش من الزيتون كيعصروا هكا. خليكم معايا يلا. صاحب مشروع ديال سوسيتي ويل اند اوليف مروكو زيت الزيتون المغربي توجد بقليم قرع السرغنه تقريبا تنبعدوا على قرع السرغنه ب 17 كيلومتر. هذه المنطقه معروفه بالزيتون قرع السرغنه احسن جوده في المغرب ديال الزيوت معروفه بقرع السرغنه. نمشيو للزيتون كناخذوه بالشاحنات ديالنا او لا كيجيبوه على الشاحنات ديالهم ولا على سيارات صغيره مثل بيكوب. كناخذو الزيتون تندوزو الميزان الكبير عبروه كنجيبوه هنا الزيتون تنفرغوه في الصندوق. الخاوي عندنا لومبالاج ديال الخاوي تقريبا عندنا شي 3 ميل ديال الخاوي ديال الصندوق ديال لو بلاستيك من احسن الجوده من الصندوق ديال الشركه لو بلاستيك الدار البيضاء. هذا راه كيخرج منه داك الورق وكيطيح في هذيك الشبكه. هاد الشبكه اللي هنا كيطيح في هذاك الوسخ من بعد ملي كتعمر كنحيدو اللحوف مع النفايات كيطيح هنا كيدي كيتغسل كيطيح هنا في هذا كتكون عامره بالماء. هاد البانيو تشكل البانيو ديال كيتلح لماكينات الغسيل ديال المانيت كيتشكل بشكل كيدور وسط الماء كيتشلل مزيان ملي كيتغسل مزيان كيطلع في الفيس ديال الفيس اللي كينوح للحجره. كيكون هنا زيتون نقي كيبان لك الزيتون فواحد اللون اخر. تغسل الزيتون من الاوساخ ومن داكشي. دابا الزيتون ملي كيتلاح قلنا كيتطحن تقريبا ما بين 50 دقيقه 45 دقيقه 60 دقيقه 1400 كيلو زيتون من الاله الغسيل لاله التنقيه من الاله التنقيه لاله الغسيل لاله الطحن. هذه هي الحجره اللي كنقولوا حنا باللغه العربيه الحجره. كيتفعشر ملي كيتفعشر كيتفعشر على كتعطي واحد القانون ديالو ها ديال السيارة ديالو ها الكونتور كتوصل مع 300 ديال السيارة كتوصل مع 300 ديال هاد الكونتور ملي كيوصل 300 تيحبس الزيارة من بعد كيتم غادي كينقص كيعصر الزيت كيدوز الزيت لهاد البلاصة هادي زيت هما كيدوز لهاد البلاصة من بعد هذاك الشيء كيبقى يدوز كيتلح من حد البريسه كتعصر في الزيت وكتطلع كتطلع حتى كترجع لزيرو. ما كروسو كترجع لزيرو. من 300 حتى لزيرو. كتبقى زيرو بان راه كملنا هذا الزيت راه ما بقاش فيه الزيتون ما بقاش فيه الماء ما بقاش فيه الزيت. هذا اخر النهايه ديال الزيت فين كيتصفى. يعني لما كنصفيو كتحل هذا التيو كيعود هذا التيو هذا كتحلو كما كتهود ذاك الماء. الزيت تقريبا كتكون 70% ديال الزيوت و 30% هذا الفلتر كيخرج الزيت بوحدو كيلوحو في لومبالاج اللي كنديرو فيه الزيت. ياك وداك الماء اللي كيخرج كيتلح هنا في هذا الشريج ها هو وكيرجع للحفره وكيمشي للبصال الكبير اللور اللي داير اللور. راه دايرين واحد البصال كبير اللور خزان تقريبا كيحتوي على شي تقريبا على شي 300 متر تقريبا ولا 2500 متر كيب. ياك تبارك الله. ايوا ومن بعد كان هذاك المرجان اللي كيخرج للبصال كيتبخر مع الجو مع الشمس كيتبخر كتشرب الارض الماء النقي وهذاك المرجان هذاك اللي كيتصفى منه داك الشيء بحال كحل شي كي مع الارض ما كيبقاش هذاك مع سميتو من بعد كيبس كترجع واحد الشكل بحال الشكل ديال الفحل. هذاك ممكن كتجيب واحد اسمي وكتنقي البصل ومن بعد ما كيأثرش على البيئه ما كيأثر على حتى شي حاجه هذاك. والحمد لله عندنا خزائن فين كنديروا الزيت الخزانه ديال الانوكس لي سيتيرم هذه كتهز 10000 كيلو 10000 لتر زيت باللتر وهذه كتهز 5000 لتر وكيجيو الكليان كياخذوا الزيت. عندي كاينين معامل خاصهم يصوموا ليه هما اللي كيديو هذا الفيتور ديالو حيت هذا الفيتور اللي كيتعصر ملي كتخرج من البريسا كيديو شركات كيعاودوه في الطحن كيخرجوا منه واحد الزيت عاديه كتسمى الزيت ديال الفيتور كتبع للوطيلات برا كتبع بزاف ديال الحوايج هذيك ربما كيديروا بها لي صالاد اللي سمعت انا كيديروا لي صالاد حيت انا يلا المهم واخا ود الدومين وداكشي يلا تستافد وداكشي. تبارك الله خوت الحباب شفتوا المعلومات اللي انا ما كنتش عارفه هذه المعلومات. تبارك الله على الشريف قال لنا ايطاب باغ ايطاب شكرا ليه بزاف. نتمنى نكونوا فدناكم وهو السوسيتي ديال السوسيتي هو السوسيتي ديالو متواجده في القلعه ما بين قلعه سلاغنه والتساوت شي خاطئ.
زدت ربع ما شاء الله. شو لا كولور ديالو شحال غزاله والريحه تاعها ما شاء الله. سوكا عطي السوكا هي تحط يلا لالا تعلمي يلا مبقاش 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 تبارك الله عليك سوكا شي فوطو ما خليكم معنا غادي ندوزو لواحد الحاجه غادي تعجبكم تمشيو احنا غاد باي باي مع بعضنا احنا دابا كاين الكوتشي ليكم في المدينه كاين الكوتشيات زوينين ودابا بغينا نجرب نركبو في الكوتشي هنايا يلا خليكم معايا يلا بينا صافي نتصوري بسم الله خويا يلا سيدي انا في طالبه عشان ركبه فائزه ها ذكرتني دابا عامين تقريبا عام ونص باش كنا مشينا لمراكش وصلتينا انا ديجا حط محطوط فيديو في تيك توك ركبنا باش ركبنا في الكوتشي ديك الساعه ما دايرينش يوتيوب كنت حطيتي غير فيديو في تيك توك ديالك وي دابا فكرتها سيرتو باش نطي ايام زوينه الصراحه ايام زوينه ايوا تعاود ان شاء الله زوينه زوينه بزاف صراحه قبل اليوتيوب كنا تيك توك كنديرو تيك توكيه والصراحه داز نيار زوين استفدت منه الصراحه بزاف تبارك الله على الناس الحباب اللي كيحبوا سوكا ومعابونين عندها ربي يخليك كنحبكم بزاف جينا لهاد البلاصه لقينا لي فونتين صافي طفاوهم ايوا السيد قالنا حنا غادي نشعلو لكم شوفوا الضوء هما غادي يخدموا برافو منظر زوين الصراحه الفيديو يكون عجبكم بزاف واخا شنو واخا كل حاجه منا لقطه 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 ما بغيناش نديرو فيديو فيه غير حاجه وحده حاولنا نمشيو للبلايص اللي زوينين كاينين في هذه البلاصه وحاولنا نشاركو معكم حتى النهار كله كل دوزنا يعني من تقريبا من جوج من جوج حتى دابا 8 داز انايا زوين الصراحه نتمنى يكون عجبكم بزاف بالنسبه للناس جداد مرحبا بكم ما تنساوش انكم تابوناو والناس قدام كنحماق عليكم كنموت عليكم ما تنساوش دخلوا عندنا الانستغرام ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باي باي ما حبسناش لكم فلوق في اخر مره ملي جينا للدار لقينا خالتي كتوجد لنا بسطيله ديال الحوت غزاله لقيتها ديجا بداتها يعني بقى لها غير دير الورقه عاتو جات لذيذه 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 بزاف تبارك الله عليك خالتي الله يشافيك والله يخليك لينا وكنحماق عليك وبصحه وراحه نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله باي باي